شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقه الجنوبيه العسكريه ويستمر لعده ايام في اطار خطه التدريب القتالي للقوات المسلحه وذلك بحضور الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من قاده القوات المسلحه وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبذل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية. بدات المرحله الرئيسيه للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكره التعبويه للمشروع والقرار المتخذ في الموقف اثناء المشروع وناقش الفريق اول محمد زكي عددا من القاده والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفيه اتخاذهم القرار لمواجهه المتغيرات المفاجئه اثناء اداره العمليات ومدى اتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفه كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات. مشيدًا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع، بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، كما طالب مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وكان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذه لكل الوحدات اثناء مراحل اداره العمليات، كما ناقش رئيس اركان حرب القوات المسلحه عددا من القاده والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكيه المفاجئه للتاكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم اثناء سير المعركه.